أزمة جديدة في الهلال السعودي، والسبب نيمار. نيمار من المفترض انه النجم الاول دلوقتي في الهلال السعودي، وده طبعا بالتاريخ والارقام والمهارة. ولو على الارقام فهو من حوالي اسبوع بس لسه محطم رقم بيليه اللي كان 78 هدف مع البرازيل، نيمار تخطاه وسجل 79 هدف، ومع اول ماتش للهلال نزل وبدع. بس الأزمة الجديدة هتبقى بسبب شارة القيادة، لان ادارة الهلال بتسعى انها تدي شارة القيادة لنيمار، وده طبعا اللي هيزعل سالم الدوسري اللي بيحمل شارة القيادة من 2020. واللي وضح اكتر للناس ان في خلاف بين سالم ونيمار ضربة الجزاء اللي جت في ماتش الرياض، واللي كله كان متوقع ان نيمار اللي هيلعبها، ولكن اتفاجئوا ان سالم اللي لعبها، ونيمار كان يبدو على وشه انه مش مبسوط. ولما الكلام زاد عن الخلاف، سالم الدوسري نزل الصورة دي على سناب شات عشان يأكد ان الدنيا لطيفة بينه وبين نيمار، وان مفيش بينهم اي خلاف. انت بقى كمشجع هلالي من وجهة نظرك، الشارة تفضل مع سالم ولا تروح لنيمار؟